أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توافق الرؤى مع رئيس موزمبيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وقال السيسي إن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات، مشيرا إلى اتفاق الدولتين على أهمية التهدئة ووقف إطلاق النار في السودان. في توافق للرؤى تجاه القضايا المختلفة على مستوى القارة وعلى مستوى الإقليمي والدولي أيضا، كان في توافق فيما يخص القضايا زي القضايا الموقف تطورات الموقف في ليبيا وتطورات الموقف في السودان وأهمية يعني العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف لإطلاق النيران، وأيضا الحوار هو أسلم وسيلة في حل القضايا والخلافات المختلفة، وده واضح ان ده توجهنا جميعا من اجل ايجاد حلول لقارتنا الافريقيه وعلى ارضها اللي هي اكثر قضيه حديثه، لان هي قضيه التطورات اللي بتحدث في السودان.